هل العلم الحديث يثبت أشراط الساعة أم يتعارض معها؟ وهل وقع شيء منها أكثر من 100 علامة من علامات الساعة؟ السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم وشهر مبارك. برنامجنا هو أكثر من 100 علامة من علامات الساعة، فدعونا ننطلق إلى هذا البرنامج. هل المسلمين فقط هم الذين تكلموا عن علامات الساعة؟ طبعا فيه بعض الشعوب وبعض الديانات الأخرى تكلموا عن أشراط الساعة وعلامات الساعة، سوف نتناولها بإذن الله ونحاول نعرض عليها. وفي بعض الأشياء تشابهت عند المسلمين وعند غيرهم، فما هي هذه العلامات؟ ولكن أولا دعونا ننتقل إلى العصر الحالي في زمن هتلر، عندما أراد أن يتكلم ويعبئ الشعب الألماني للقيام بالحرب العالمية الثانية. فماذا بدأ في تلك الخطبة؟ طلب هتلر من المثقفين والأدباء ومن حوله أن يأتوه بكلمة تفزع الخصوم وتعبئ الشعب الألماني، تجعلهم ينطلقون ليعيشوا في معركة وفي حرب عالمية. فكان في أحد الأدباء موجود في ألمانيا، فاقترح عليه أن يستخدم ويأخذ هذه العبارة: اقتربت الساعة وانشق القمر. فبدأ بها أحد أشهر خطاباته. وفي العالم الحاضر أشهر أمر يتكلم عن انتهاء العالم وقيام الساعة هو عام 2012. عام 2012 كانت نبوءة عند شعب المايا، وهم شعب يعيشون في أمريكا، وهم يعني استخدموا الحسابات والفلك وقالوا أن عام 2012 سوف تقوم الساعة وسوف يتدمر العالم تماما. كانت هذه النبوءة جعلت أحد المخرجين يستخدم هذه النبوءة لإنتاج فيلم، وسمي ب 2012. أنتج هذا الفيلم عام 2008 وكان يتحدث عن قيام الساعة. نفس الأفكار اللي كانوا يتناولونها شعب المايا أيضا في بعض الأشخاص المسلمين وقعوا في نفس الأخطاء، فبدأوا يحسبون الأحاديث والآيات القرآنية ويحاولون يحولونها بأرقام رياضية حتى يحددون متى نهاية العالم، فوقعوا في نفس الخطأ. انتهى عام 2012، لم تقع الساعة واستمرت الحياة. وهنا سؤال مهم: هل الساعة هو يوم القيامة أم أنها تختلف؟ يجب أن تعرف جيدا أن الساعة هو شيء ويوم القيامة شيء آخر تماما، وبينهما اختلاف شاسع. ورد ذكر الساعة 35 مرة في القرآن، أما يوم القيامة فقد ورد 70 مرة في القرآن. وليوم القيامة أسماء كثيرة ومختلفة. ببساطة الساعة هو يوم انتهاء العالم الذي نعيش فيه، بنفس المعايير التي نعيش فيها ينتهي العالم وتطوى صفحته. أما يوم القيامة فهو يوم جديد، يوم آخر، والله سماه اليوم الآخر، وله أسماء مختلفة كثيرة. هذا يوم القيامة، دعونا نتعرف على بعضها. يوم القيامة، اليوم الآخر، الصاخة، الطامة الكبرى، يوم الحسرة، يوم الوعيد، يوم الآزفة، يوم الجمع، يوم التلاق، يوم التناد، يوم التغابن، الحاقة، اليوم المشهود، اليوم العقيم، يوم عبوس قمطريرة، يوم المآب، يوم العرض. هذه كلها أسماء سميت ليوم القيامة تصف ذلك اليوم. أما نحن فلن نتناول الأمور هذه، سوف نتناول أشراط الساعة، وهو اليوم الذي ينتهي فيه هذا النظام الكوني، ثم يبدأ كون جديد في يوم القيامة، وذلك له أمور أخرى مختلفة. ولكن ما أتكلم عنه هو الأشراط التي سوف تأتي وتخبرنا بوصول الساعة. فمتى الساعة؟ الساعة عندما تنتهي التوبة ويغلق باب التوبة، فذلك قيام الساعة، وهي بخروج أي علامة من العلامات الكبرى لقيام الساعة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأشراط تفوق 100 شرط، وعندما يغلق باب التوبة فقد قامت الساعة.
ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ففي تلك الفترة ينتهي النظام هذا الكوني ويحل بداله ويتدمر ويحل بداله أمر آخر تماما يختلف عما كنا نعيش عليه. طيب سؤال مهم، متى الساعة؟ متى موعد الساعة؟ أتى دحية الكلبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة ليس دحية الكلبي الذي أتى وإنما جبريل، ولكنه كان يأتي على صورة الصحابي دحية الكلبي لأنه كان وسيما وضيئا، فكان جبريل ينزل على صورته للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، متى الساعة؟ فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنت تعرف ولا أنا أعرف متى موعدها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إذن مسألة الساعة وأشراط الساعة مسألة مهمة تناولها القرآن وكذلك تناولتها السنة النبوية، فدعونا نتعرف عليها ونتعلمها. سوف يكون عندنا إن شاء الله في كل يوم في هذا الوقت بإذن الله حلقة عن علامات الساعة وأحد علامات الساعة، وكذلك سوف نحاول بإذن الله نعرض بعض من الطوائف الأخرى والأديان الأخرى التي تتكلم عن علامات الساعة، وإذا كان فيها تلاقي أو تشابه بين المسلمين ذكرناها. وشكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.